في هذا المبنى الذي شيد أساسا ليكون مدرسة تقيم أكثر من 35 عائلة سورية بينها 100 طفل دون الخامسة عشر من العمر، مجمع الإيمان في صيدا الذي فتح أبوابه لاستقبال اللاجئين السوريين منذ بدء تدفقهم إلى لبنان أقيم برعاية جمعية الإنساني التي جهزت المجمع بالمستلزمات الأولية التي تحتاجها العائلات النازحة فتلك العائلات تقيم في غرف مجهزة بالكهرباء وإمدادات المياه فضلا عن وجود مخبز ودكان سمانة ومسجد داخل المجمع والله الوضع ماشي بس بالنسبه للوضع تمام وتمام يعني عم يضيقوا علينا بالنسبه للشغل وبالنسبه للفواتي والطلعه والكذا يعني ما بنحسن نتحرك مزبوط يعني انا مثلي انا برقبتي خمس اولاد وام انا سته يعني ومدتي خلصت تبع الكتير فرحت على السرايا حجزوا لي الهويه والاغراض على اساس بدهم 200 دولار وانا ما ما عم اشتغل يعني قلت له انا شغل ما عم اشتغل يعني ما بدي اجيب 200 دولار ادبر حالي وكنت هذا مو شغل اللاجئون السوريون في مجمع الايمان نزحوا من مناطق مختلفه من سوريا اغلبهم من حلب وادلب وبعض مدن الشام أما المساعدات فتقدمها الأمم المتحدة تارة وبعض فاعلي الخير طورا وهي لا تقدم على شكل دوري أو مستمر. كان أحيانا يجي مساعدات وعايشين يعني الحمد لله ماشي الحال بس هلا صار فترة ما إجانا شيء. والله إحنا جابونا جماعة من هون نحو الجامع دلونا لهون وإجينا. بقى ما عرفنا وين نروح إحنا فتنا العين الحلوة ما فوتونا أول شيء. بقى بعدين جابونا والله الحاج أبو خالد جابنا لهون. هذا ويشكو سكان المبنى من اللاجئين السوريين من عدم توفر اي فرصه عمل للرجال في مدينه صيدا فضلا عن بعض التضييق الذي يعانون منه من قبل بلديه المدينه التي اصدرت قرارا جائرا يمنع تجوال اي سوري بعد الساعه السابعه مساء اما بالنسبه للنساء فهن يقضين اوقاتهن في باحه المبنى او تحت ظل اشجار الزيتون والاطفال يلهون ويلعبون رغم المأساة التي يعيشونها لا تختفي البسمة عن وجوههم البريئة. بين أشجار الزيتون هذه تأخذ بعض العائلات السورية مأوىً لها يعيشون حياتهم اليومية وينتظرون. ينتظرون العودة إلى وطنهم ومسح الذكريات الأليمة التي خلفتها الحرب والهجرة. من أحد مجمعات اللاجئين السوريين في صيدا رنين إدريس أورينت نيوز.